بسم الله الرحمن الرحيم. إن الكيان الخليفي المتفرعن في البحرين، وهو يأسر الحرائر ويتحكم بالأحرار، لا ينبغي أن نستجدي منه خطوة للإفراج، وإنما ينبغي علينا جميعا مواجهته وتحطيم هذا الوجه البائس وهذا الجدار الظالم. ليست الموصل فقط محتلة من قبل داعش، وإنما البحرين والقطيف والإحساء وجميع المدن الحسينية المظلومة محتلة من هؤلاء الدواعش الكيانات، كان خليفي والكيان السعودي. هذه هي الحقيقة التي ينبغي أن نتوجه إليها بلا لف ولا دوران. وإن الجرح الغائر في قلوبنا بإذلالنا باعتقال الحرائر وأبقاء الرموز والسجناء والشرفاء وأبنائنا والأطفال في السجون واستهداف ذوي الشهداء، هذه حقيقة مرة وموجعة لذوي الضمائر، وينبغي على الشرفاء أن يتوجهوا منتصرين لا مستجدين، خطوة من هنا وخطوة من هناك. نحن جميعا معكم قلبا وقالبا، ولن نتخلى أبدا عن أي حرة أو حر في الأسر حتى يتهدم الكيان الخليفي الغاصب المحتل جزر أوال الطفية الكربلائية المضطهدة المظلومة. والحمد لله رب العالمين.